قالوا لنا معكم 3 دقائق، يا بتخلوا المكان يا بنهار بطل خيمات فوق روسكم، واخلينا المكان بهالارض خلال هال3 دقائق. انت شويشي في صوريك؟ صوريني ايش خدي راحتك. شو صار معكم؟ اللي صار اجوا الساعة 10 بالليل يا غفر الله نايمين، هجموا علينا برصاص، ضربوا بالهواء، ما بنعرف بس تابعيننا دولة لأمن عام. يعني كانوا لابسين عسكر ولا أهالي؟ لا أهالي، في منهم من التمين ما شفنا وشهم، وصاروا يبلشوا أخذوا كل شيء، لا خلوا لنا غاز، لا خلوا لنا التلفزيونات. أخذوا أغراض ولا بس دمروا المخيم؟ لا أخذوا كل التليفونات، وأنا تليفوني خبيته وما خليتهم ياخذوا، واللي حصلوا ياخذوا أخذوا، واللي ما حصل تم. واخر شيء قالوا لنا معكم 3 دقائق، يا بتخلوا المكان يا بنهار بطل خيمات. وينكم هلا قاعدين هون؟ هون 19. انتم كم عائله بهذا المخيم؟ نحن مع 22 خيمه. 22 خيمه، يعني 22 عائله؟ 22 عائله. طيب وكلكم عايشين بالفلا هلا؟ ايه هلا الاغلبيه بالفلا، وفي ناس راحت طشت، راحت ناس تجيب اكل، ناس راحت تسعب حالة يعني. طيب وشو خص المداهمة تبع بجريمة العزونية؟ قال في حدا من المخيم انه له علاقة بجريمة القتل، يعني جريمة قتل واحد بروح فيه 21 خيمة بسبب بيت واحد. طيب حاسبوا. طيب من الدولة بدها تحاسب شخص بتحاسب الكل؟ بنروح كنا بين الرجلين وضحايا ونسوان حامل. نحن من شغلنا لبيتنا ما حكينا حدا ولا سوينا شيء، اجوا اليوم دمرونا، المونا كبوها. قالوا امبارح انحرق المخيم بالليل، اجوا رجعوا حرقوا هون شيء؟ لا هون ما اجوا. عرفت شلون؟ منعوا النساء يطلعوا، هذا الشيء صحيح؟ لا اعطونا مهله 3 دقائق بنخلى المكان وبس، وممنوع اي حدا هلا بنزوره على المخيمات يعبي قنينة مي يشرب اولادنا، مانعينه. قولوا لنا يلا انقلعوا من هون، مانعين اي شيء. هون بالبرية. تعال شوف العيال، تعال حتى اغراضنا كسرون، الشاشات، الاكل كله كبوه بالاراضي، يعني هلا ما عندنا شيء، والله العظيم ما عندنا شيء. طلعي هون، هي البراكية فيها 12 شخص. 12 شخص، طيب هذول شو ذنبهم؟ العالم هي كلها شو ذنبها؟ هلا كلكم بالليل نمتوا هون؟ والله العظيم كلياتنا. والله كلياتنا نمنا هون بالبرية، تعي. تعي من هون. أنا يا أبو تعي، كلمة مسلمين نحن. الشاشات كسرون، الشبكات الواي فاي أخذوهن. كل شيء. لك حتى تبغى تجلي ما سلم منهن. والله. المية لا تشيل المية. احنا لو بلدنا امن رحنا على بلدنا. شو بكي؟ انا برا بالشارع مي نشرب، ما عنا بدنا سكن. قد ايش صار لكم قاعدين بهي الخيمة؟ 3 ايام. حتى المجرم بذات نفسه، أحلى وأبوه أشتم عليه جنبه، حتى اللي عرفه.